فأقول هذه الميليشيات تظن أنها قد كسبت المعركة وأن حفتر قد خسر كما يقولون. هؤلاء سوف يتخلصوا منهم قريبا. هذه هي الصورة المصغرة التي أراها الآن. أما الصورة الكبرى فإن الفعل هذا كله يصب في النظام العالمي الجديد التي يحتاج إلى محاضرة طويلة لكي نناقشه. إذن أقول لأولئك الذين هم أديال الآن للأتراك أنكم سوف تخسرون وسوف يرجع كل شيء عليكم، وأن الجيش العربي الليبي الآن في أوج قوته ويستطيع أن يفعل ما يريد، والذين يفرحون باليرموك وبغيره من المواقع نحن تركناها لأننا نعلم ماذا نفعل ولأننا نعرف أن هذه عبء علينا للدفاع، ولكن حينما نقرر أن نمسح تلك الميليشيات فسوف نفعل.